فوصلنا لمساحتنا الطبية لليوم، ورح تكون رشا ضمن عالم تجميل الأسنان اللي هو صار الهاجس المهم عند كل الصبايا والشباب. دائما نحن بنطمح لهي الابتسامة الحلوة اللي هي بحاجة أيضا للون أسنان حلو، ولكن هذا اللون أيضا هو بحاجة لطبيب شاطر يقدر يوازن بين تفاصيل الوجه، تفاصيل الشفة ومسافة الأسنان، لنقدر نحن اليوم نحصل على عن جد ابتسامة بيضاء حلوة. نشوف كثير في أشخاص عاملين هاي الابتسامة، عاملين هذا البياض، ولكن حين بيروحوا للأوفر أحيانا بيكون في شيء تفصيل مو ظابط مع تفصيل ثاني. صحيح، وخصوصا لون البشرة أو باقي التفاصيل أحيانا ممكن مو بس رشا هي موضوع أسنان، ممكن يكون في مشاكل باللثة بالفم، وهذا رح نركز عليه اليوم ضمن فقرتنا. موضوع تجميل أسنان مو بس أسنان، لا وما يحيط به. أكيد نرمين، وأحيانا بيكون التجميل نابع عن حالة مرضية وعلاجية. صحيح. وديت لموضوع التجميل معلومات أكثر حيفيدنا في ضيفنا لليوم الدكتور جهاد الراشد، وهو طبيب أسنان. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخيرات. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا هيك دكتور ولو بشكل عام نعرف موضوع تجميل الأسنان وإذا له أنواع شو هي. تمام. هلا موضوع التجميل هو موضوع يعني ضخم جدا وبحر، خلينا نقول. إذا بدنا نحكي بشكل كتير عام، تجميل الأسنان نحن خلينا نقول هي المريض اللي هو بيعتبر إنه هو ابتسامته غير جميلة أو هو غير مرتاح نفسيا لهذا الموضوع، فساعات نحن ممكن نروح باتجاه المقاييس الخاصة فينا نحن كأطباء تجميل للأسنان لحتى نحاول نوصل للنتيجة اللي بده إياها. هلا في نقطة كتير مهمة، إنه نحن موضوع التجميل في له مقاييس كتير صارمة صعب جدا تطبق على كل الناس، فبالتالي مو شرط إنه أنت إذا شايف شخص ابتسامته جميلة فأنه أنت حصرا لازم تكون مثله، لا أبدا، ممكن يكون أنت في عندك مقاييس تانية هي ما أنا موجودة عنده وما أنا متوفرة عنده. فبس هي النقطة اللي بدي نوه عليها، إنه نحن مقاييس العامة صعب إنه تنطبق على شخص بشكل كامل، القصة شخصية بحتة. يعني نحن ممكن أنا كشخص ممكن أشوف ابتسامتي جميلة، الشخص الثاني ممكن يشوفها لا أنه ما كتير، نفس الشيء بالنسبة لحضرتك أو لحضرتك. طيب دكتور شو هي المقاييس؟ اليوم المقاييس واحدة مفروض تكون عند الأطباء، ولكن للأسف عم نشوف في أخطاء، ما منا اليوم نحمل الطبيب المسؤولية أو المخبر، أحيانا سوء المريض يعني بيكون مصر أو معند على هذا الشكل أو هي الابتسامة. خلينا نحكي كطبيب اليوم مقاييسك اليوم أنت بتتخذها تجاه أي مريض بيدخل لعندك. طبعا هلا نحن أول خطوة عندنا إياها هي موضوع تحديد مقاسات الأسنان. في عندنا شيء اسمه عدد فيبوناتشي أو النسبة الذهبية أو الجودر ريشيو. هي النسبة هي نسبة طول السن لعرضه، ونسبة هي نسبة طبعا تجمع لسه أكثر من سن مع بعضهم. هي اللي الطبيب بيلتزم فيها بشكل كامل، بس أحيانا شكل الأسنان أو تموضعها ما بيساعدنا أن نحقق هي النسبة. فبالتالي بنخبر المريض إنه نحن لازم نروح باتجاه فترة تقويمية بسيطة لحتى نقدر نوصل لهي النسبة. أحيانا بيكون المريض رافض هذا الموضوع، يعني هو معتبر إنه راح يلاقي حل سحري، راح يفوت خلال أسبوع 10 أيام ياخذ نتيجة سحرية ويطلع ياخذ النتيجة اللي بده إياها. الموضوع معنا بهالبساطة، موضوع التجميل موضوع شائك جدا، غير موضوع النسبة الذهبية، موضوع اللسة. يعني نحن ابتسامتنا هي عبارة المركب اللي نحن بنشوفه أثناء الابتسام هن الشفاه واللسة والأسنان. طيب موضوع اللسة لما ما تكون بالمقاييس اللي بدنا إياها كمان لازم يسبق عمل جراحي موضوع تجميل الأسنان لحتى نقدر ناخذ الصف اللي بدنا إياها أو النسبة اللي بدنا إياها. كمان بتلاقي أحيانا المريض متخوف من هذا الموضوع بيقول لك لا وما بدي وبخاف. موضوع الشفاه ولهذا الشيء مختلف، يعني ممكن نحكي فيه بغير موضوع، بس نحن حديثنا اليوم على موضوع اللسة والأسنان، هي المقاييس اللي نحن نعتمد عليها نتمنى أن المريض يقدر يساعدنا فيها. بس أحيانا مثل ما حكيت لحضرتك أنه بيكون هو مصر أنه لا أنا بدي خلال أسبوع 10 أيام لحتى يكون مخلص. موضوع اللون، اللون مثل ما تفضلت حضرتك موضوع بيلعب كتير دور كبير في البشرة واكتمال الابتسامة وبياض الأسنان. بياض العين، يعني دائما نحن بنلاقي مثلا عامل المريض بليتش 1 اللي هو لون كتير اوفر بالبياض صارخ، بتطلع بتحسي انه انت ما عم تطلعي على اي تفصيل بالوجه غير على اسنانه لانه هو هيك عم بيضوي، يعني بتحسي. طب اليوم شو دورك اليوم كطبيب؟ يعني وقت بيكون في هيك حاله يعني مبين في شيء غلط، يعني في شيء فيك بموضوع اللون. صحيح، هذا الشيء نحن بنحاول نخفف منه قدر المستطاع بشيء نحن بنسميه الإفكتس أو المؤثرات اللي نحن بنضيفها على اللومينير أو على السن اللي نحن عم نجمله بحيث يخففلي من هذا البياض الصارخ. هذا الشيء بيعطي مظهر طبيعي أكثر للسن.
طيب من ضمن تقنيات التجميل وخصوصا تجميل الاسنان هو موضوع العدسات يلي هو الاكثر شيوعا حاليا. خلينا نرجع يعني نحن حكينا عنه يمكن بحلقات سابقه، ولكن خلينا نرجع نعرف المشاهدين شو هو وايضا شو انواعه. طيب خلينا نشرح اول شيء فكره الفرق بين الفينير واللومينير. طبعا كلمه عدسه هي الترجمه الحرفيه لكلمه اللومينير بالضبط. الفينير هو عباره عن قشره، خلينا نقول سماكتها تقريبا 0.5 ممكن توصل ل 0.7 ملي. هذا الشيء كان بيتطلب انه نحن نعمل برد بسيط للسطوح الاسنان. هلا الشيء الجديد هو اللومينير، اللومينير اللي هو العدسه كثير رقيقه، نحن عم نحكي بسماكات لا تذكر 0.2 ملي تقريبا، وغالبا نحن ما بنحتاج نبرد السن نهائيا. طبعا اللومينير هي براند عالمي، بس مثل ما حكيت لحضرتك ترجمتها الحرفيه هي عندنا حاليا هي كلمه عدسه. نحن انه نشيل هي العدسه ونلزقها على سطح السن بدون اي تحضير، هي كانت ثوره اول ما طلعت، انه ما ما ما, ما في يعني نحن ما عندنا حاجه نحضر السن نهائيا. طبعا هذا الشيء فيه له شروط معينه، انه نحن تكون الصفه تبعتنا بيرفكت 100%، يكون القوس السني صحيح وسليم 100%. ما فينا سن بارز مثلا خلينا نقول 2 ملي نقول يلا رح نحط عليه اللومينير وخلص اخذنا التجميل، لا، بيكون مثلا هذا السن اللي بارز بشكل بسيط بده تحضير كثير بسيط لحتى يكتمل مع الصف او مع القوس. طيب قلت في فرق بينه وبين الفينير واللومينير، نرجع بس هيك نضوي عليه هون بس موضوع السماكه فقط. موضوع السماكه انه الفينير نحن عم نحكي ب 0.5 ملي او توصل للسبعه، هون نحن عم نحكي ب 0.1 0.2 ملي شيء لا يذكر. الفينير بدنا نحضر السن، كلمة تحضير مو معناتها انه هو رح يصغر ويصير مثل هيك برد يمكن شوي؟ البرد بالضبط، برد كثير بسيط للسطح الخارجي للسن. بس مع ذلك هلا نحن حاليا بطب الاسنان عم نروح باتجاه شيء اسمه الكونزرفيتيف دنتستري اللي هو طب الاسنان المحافظ. هذا الشيء بيتضمن انه نحن اجراءاتنا يكون فيها تحضير او برد للسن بالحد الادنى حتى ضمن الحشوات. هذا مبدا العالمي اللي هلا حاليا متوجهين فيه. طيب كشكل اليوم بيختلف تقنيات عن بعضهم؟ كشكل كتقنيات كشو عفوا ك ك الفينير واللومينير كشكل اسنان؟ لا 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 ابدا ابدا. طيب اينه افضل يوم حضرتك كطبيب شو بتفضل؟ اكيد اللومينير. ليه؟ في اثار اليوم جانبيه؟ ابدا، في حال كان اللومينير او الفينير مشغولين بطريقه صحيحه وسليمه 100% فنحن ما عندنا اثار جانبيه نهائيا، وما في لهم عمر افتراضي حتى. يعني نحن كثير بنسمع انه والله الدكتور قال لي بعيشوا معك 10 سنين. طب ليش لحتى يعيشوا 10 سنين بس؟ اذا حال كانت عنايه المريض جيده وممتازه وما في عندي اي مشاكل ثانيه، هو متابع اسنانه بشكل سليم، خلص ممكن يعيشوا معه عمر بدون ما يضطر لتعديله نهائيا. حتى المخبر له دور كثير مهم بالقصه، احيانا الطبيب بيكون محضر صح ولكن بالضبط على وقت اللي بيجي تركيب الاسنان بتحس صار في فرق، فانت بتروح فورا بتحمل المسؤوليه للمخبر، وشفنا حالات على ارض الواقع كثير هي القصه. يعني انا ما حملته ولا مره حضرتك بشكل عام يعني هلا معك حق، هذا الشيء اللي بيصير فعلا، انه بيلاقي مثلا الدكتور انه النتيجه ما كثير بيرفكت 100% مثل ما بده، فانه الحق على المخبري. هلا المخبر بصراحه هو الجندي المجهول اللي دائما بيظهر لنا النتيجه اللي يعني الرائعه اللي الدكتور متمنيه، الدكتور بيكون شاغل ومحضر السن بشكل ممتاز. احيانا بيكون المخبري ما عنده القدره انه هو يطلع او يساير التحضير اللي الدكتور شاغل عليه، فبتطلع نتيجه مو مثل ما بده بصراحه. واحيانا العكس بصير، انه اخي الدكتور بيكون تحضيره ما له مزبوط 100% والمخبري مطلوب انه هو يتاقلم مع هذا التحضير لحتى يطلع النتيجه اللي بده اياها، يعدل قدر المستطاع. فبالنهايه المريض هو الخسران بالحالتين. الفكره دائما هي توافق بين الطبيب والمريض والمخبري، بحيث انه المخبري يكون عرفان الطبيب كيف بيحضر، ايد الطبيب تكون نظيفه كثير بالتحضير لحتى يقدر يوصل للمخبري النتيجه اللي بده اياها. الشيء الاهم من هذا كلياته بصراحه هو موضوع الماده اللي نحن عم نستخدمها. يعني نحن في عنا كواليتي عاليه جدا للمواد اللي عم تستخدم، وفي عنا مواد بجوده متوسطه ومواد ما كثير كلها لقد. هلا حاليا نحن عم نستخدم الليسي ضمن المركز عنا، عم نستخدم تقنيه الليسي. الليسي هي عم تعطينا نتيجه جدا رائعه. شو هي التقنيه؟ تمام، هي الماده اللي نحن بنستخدمها باللومينير هي اسمها الليسي. هي عم تعطي جماليه جدا عاليه، عم تعطي افكتات او مؤثرات اللي حكينا عليها جدا عاليه، عم تعطي حيويه كثير طبيعيه للسن. يعني انا بتطلع عم شوف اسنان كثير حلوه، اسنان كثير مرتبه، ومع ذلك عم حس انه طبيعيه، ما عم حس انه في هون تجميل مشغول، لا، انه عم حس اسنان المريض اقرب ما تكون للطبيعي. طيب خلينا نبدا هيك من اخر كلمه حكيتها، اقرب ما تكون الى الطبيعيه. الناس يمكن بتشوف دكتور ما عم يقدروا يميزوا شو الحاله المثاليه للاسنان او شو هي الحاله الجماليه الصحيحه، فخلينا نعرف انه
شو هي الحاله اللي انتم كاطباء بتعتبروا انه انتم بيجي لعندك مريض بتقول له لا انت اسنانك حلوه ما بدها شيء، او اسنانك اقرب للطبيعيه او منطقيه ما بدها كثير تعديلات، شو هي المعايير بتكون؟ تمام. هلا في عندنا معايير بالحد الادنى، يعني في عندنا حالات معينه ما في اثنين بيختلفوا عليها انه هي مثلا بده تجميل. لما بنلاقي فرضا في عندي الاسنان في عندها بروز كبير كثير، المريض اثناء الابتسام عم نلاقي انه نحن القوس السنيه عم تظهر بشكل كثير كبير وبارزه لبرا، هون حكم نحن رايحين باتجاه التجميل. طبعا التجميل لا يعني مو شرط انه هو يكون فينير او تيجان او موضوع التقويم، نحن لازم ما ننساه نهائيا ضمن هذا الموضوع. ممكن كثير من الحالات نحل بتقويم وتبييض وانتهت القصه. بس مثل ما حكيت لحضرتك غالبا عم بيجي المريض وهو حاطط صوره معينه لذهنه انه بدي مثل هيك بدي اياها بهالصفه هي بهالشكل هذا وخلال فتره زمنيه قياسيه. ايه فهون ساعتها نحن عم نضطر انه نتجاوز موضوع الشيء اللي حكينا عليه هو طب الاسنان المحافظ، لانه رغبه المريض عم تكون بهذا الشكل. يعني انت بتخبريه انه نحن ممكن نروح مثلا باتجاه التقويم 3 شهور او 4 شهور، هي فتره كثير بسيطه قياسا للفترات السابقه اللي كانت التقويم اللي هو 20 سنه هيك صنعناه تمام. هلا بده اياهم باسبوع او 10 ايام، يعني هي بس هي النقطه بدنا نضوي عليها. دكتور خلينا نحكي اليوم انتم كمسؤوليتكم كاطباء، يعني لما يجيك هيك مريض لحوح بتضل بتصر على رايك انه لا انه روح طبعاً للناحيه العلاجيه او حط تقويم؟ طبعا اكيد اكيد. النتيجه انت بالنهايه عم تعطيه نتيجته ومصلحته. اما لما المريض يكون مصر بشكل غريب انا بعتذر بصراحه عن المعالجه، انه مو هي خطه العلاج الصحيحه. دائما حكيم وقت اللي بيروح بيكون الاسنان بحاجه للتقويم، وما خلينا نقول المريض ما بيقبل والطبيب بيمشي مثل ما بده المريض كونه هو الحاله بتخصه يعني، فبنلاقي بالبرد بتبلش العيوب تظهر ان كان ببروز الاسنان ان كان بتداخل للخلف يعني، وبيتم التركيب على هذا على هذا التنسيق فبيطلع النتيجه كثير سيئه يعني. فاليوم عن جد التقويم كثير مهم، شفنا حالات اليوم كان في بروز كثير كبير للمنير يعني بسبب انه ما كان في تقويم. خلينا نحكي اليوم دكتور عن مين الاشخاص اللي هن غير قادرين انه يروحوا لهذا الاجراء، هل في حالات مرضيه اليوم تمنع طبيب الاسنان انه يستخدم هي التقنيه؟ صحيح. المرضى اللي في عندهم مشاكل هيكليه هذول لا ينصح انه نحن نروح باتجاه التجميل معهم. شو المشاكل الهيكليه؟ نحن عم نحكي على مشاكل عظميه بالفك العلوي او السفلي. يعني لما يكون في عندي تقدم كبير بالفك العلوي او تقدم بالفك السفلي نحن رايحين باتجاه التجميل، فنحن هون عم نفاقم الحاله اكثر بصراحه. عم يصير الشخص المحيط بهذا المريض عينه عم تيجي على الاسنان وعلى هي المنطقه اللي هي اساسا فيها مشكله هيكليه، فيها مشكله عظميه. فنحن لا، الافضل انه نحن نروح باتجاه شيء بنسميه التقويم الجراحي، نحن نعدل هدول الفكين بحيث يكون شكلهم بيصير بروفيل المريض بيرفكت 100%، بعدين بنروح لهي الجزئيه اللي هي تجميل الاسنان. هي الحاله الوحيده اللي هي بتمنع. دكتور لنرجع لموضوع العدسات، ذكرت حضرتك انه بنقدر نحن نستخدمهم وهن ما كثير لهم اثار جانبيه او يمكن ما لهم بحال ما كثير يعني عدلنا عليهم يعني يعني يجهز يعني ما بدها الاسنان ما بدها عمليه تحضير كثير كبيره. بعض الاشخاص وكثير يعني شريحه كبيره بنلاقي مثلا الصف الامامي ممتاز بس لما نرجع لورا نرجع مصايف. شوي في فراغات ما في شيء في فراغات شويه فراغات يعني في شويه قصص ما ظابطه هون شو بيكون العلاج؟ هذا اللي بدنا نحكيه. دائما يعني انت كمريض لازم تشوف اسنانك كلياتها كمجموع واحد ككتله واحد او نحن بنبتسم بالثمانية يعني الاولانيات ثمانية او العشرة انه ما تميز يا اخي، مو هذول اللي مبينين خلص هذول بدي ظبطهم والبقايا خلص ما مشكله شو ما صار فيهم يصير. لا ابدا، حتى نوهتي لنقطه كثير مهمه حضرتك انه نحن قبل موضوع التجميل لازم نروح باتجاه المعالجات. يعني انا ما فيني انه والله في عندي اسنان منخوره، في عندي اسنان فرضا بدها معالجه لبيه او اندو، دكتور هلا بعدين المهم نحن نلحق التجميل، لا ما بصير هذا الكلام، نحن ننهي معالجاتنا كلياتنا، التجميل هو المرحله النهائيه، الخطوه النهائيه اللي نحن نختم فيها المرحله العلاجيه. دكتور بدنا نتشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها، ان شاء الله هيك قدرنا نقدم اليوم معلومات مقنعه. دائما نحن بموضوع طب الاسنان بيرجع بالنهايه المريض لرايه يعني قد ما حكينا بالقصه بسبب نت، بسبب الموضه، بسبب بالضبط. صيحات الترندات اللي عم تطلع بالضبط. دكتور جهاد شكرا كثير لحضورك، صباحك حلو. شكرا لك، يسعد صباحك. شكرا كثير لك دكتور.